بكم من جديد في قناة سفيرس أكاديمي، معكم حسين الغالي. وصلنا الآن إلى الدرس 31 من ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. 1000 words in 2 minutes. كلمة اليوم هي agree. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة ونحفظ جميع معانيها باللفظ الصحيح وبالكتابة الصحيحة. Get ready, write all the phrases. So you need a notebook. تحتاج إلى كراس, a pencil, قلم. Just 2 minutes, فقط دقيقتين. And say after me 5 times aloud. كرر معي العبارات الإنجليزية بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح. سوف أتحدث بشكل أبطأ عند الدخول في شرح هذه الكلمة. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. Agree لديها مجموعة من المعاني بمعنى يوافق أو يوافق على أو تطابق توصل أو انسجم معه. Agree. المثال الأول: I don't agree with random drugs testing in schools. I don't agree with random drugs testing in schools. ومعناها أنا لا أتفق مع اختبارات المخدرات العشوائية في المدارس. I don't agree, أنا لا أوافق أو لا أتفق مع. I don't agree with random drugs testing, اختبار المخدرات العشوائية in schools, في المدارس. أما المثال الثاني: I agree that customers are always right. أوافق على أن المستهلكين أو الزبائن على أنهم دائما على حق. I agree that customers are always right. I agree that customers are always right. أما أهم المرادفات لهذه الكلمة: work in with, توافق, except كما مر علينا سابقا في هذه الباقة, approve, وافق, match, تطابق. أما أهم العبارات: agree with, يتفق مع كما مر علينا سابقا, agreeability, ملائمة, agreement, موافقة أو اتفاق. أما الآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس 31. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. للحصول على الكورس كامل سأضع الرابط في أسفل هذا الفيديو. يمكنكم متابعة جميع الدروس بالتسلسل وحفظ جميع العبارات والاستعداد للاختبار قريبا في كل 10 دروس. سوف يكون هناك مراجعة واختبار بعد فترة معينة, ولكن ادخلوا على الرابط أسفل هذا الفيديو ستجدون كورس كامل بالتسلسل. شكرا لكم على المتابعة واستمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية. شكرا لكم وإلى